السلام عليكم ورحمة الله. كديرين الأصدقاء؟ كديرين العشران؟ العشران هاد البلاصة كيقولوها تلغى، هاد البلاصة كيقولوها تلغى. وهاد البلاصة أنا العشران كما كنقول لكم كانت قشرة ديال لارمينا، كما قلت لكم ايامات الاستعمار. ايام الاستعمار كانوا هنا اسبانيا، دازو اسبانيا، فرنسا، الرومان، شحال من دولة دازت من هنا. ولكن صراحة قال المغاربة عندنا شداد، كما كنقولوا المغاربة هما اللي جابوا العزة لبلادنا المغربية. والمغاربة كما كنقولوا كانوا عيالات محاربات، كانوا عيالات هما بكري محاربات. كتمشي للحانوت كتقاد ضربطة ديال النعناع وكتكون دايرة فيها الفردي، ملي كتم جاية كتكون دايرة الفردي وسط الربطة ديال النعناع، كتقاد مع اليهودي كتعطيه. الصراحة قال العشران مشاو رجال اللي ولاد منا، مشاو رجال اللي ولاد منا الإخوان. اكتشفوا معنا هذا الفيديو وراه باقى لكم والا ديالو، إن شاء الله مازال باقى لكم والا ديالو مازال. وهنا كيتواجد حدا البحر الاخوان. من هنا من كي كيدخل السناح من البحر من هنا وكيتروند السناح هنا لهاد القشنه الجي السناح كان كيتروند الجيش هنا. والطريق فين كاينه؟ الطريق ها من كيدخلوا، الطريق كيدخلوا من وسط الجبل، واحد الجبل عاوتاني هنا مكاليم، ورا الجبل الاخر تا هو فينا هو. الطريق منين كطلعوا من هنا، كما قلت لكم العشران هاد البلاصة هادي هي مال الاستعمار هادي.
كما قلت لكم العشره انا الشاطئ ديال تلغى، البلاصه كيقولها تلغى، هذا هو الشاطئ ديالها، هذا هو الشاطئ ديال هاد البلاصه كيقولها تلغى. البحر العشران ها هو هنا كما كتشوفوا البحر. السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء الإخوان. هذا الجامع أقدم جامع أفريقيا، أقدم جامع أفريقيا. هو كما قلت لكم العشران أقدم جامع في أفريقيا هذا. والجامع دابا مبقاوش كيصليو فيه دابا. دابا عين مسدود، مبقاوش كيصليوش فيه الناس دابا. مبقاوش كيصليوش فيه. غنمشي للبلاصة غنشوف مني غيدوزو للبلاصة اللي فيها السمعة لداخل. وهاد العشرة اللي قلت لكم راه جامع، هذا أكبر جامع أفريقيا هو فينا، وكما كتشوفو فيه. ودابا راه كاينة الشمس، إلا كانت الشمس ما كيبانوش تصاور الفيديوهات ناضي. أكبر جامع كما قلت لكم، أقدم جامع أفريقيا هو هذا. كاين روض هنا، واقيلا كاين تا روض هنا. اكبر كما قلت لكم اقدم جامع افريقيا هو هذا، اقدم جامع في افريقيا. السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء العشرين. نريكم واحد الجامع هنا، جامع هنا قديم. الجامع هنا الخوت أقدم جامع أفريقيا، أقدم جامع أفريقيا، والناس دابا مبقاوش يصليو فيه شيء، وبناونا جوامع أخرين جداد. والجامع دابا راه سادينو كما كنقولو، الجامع بقى تحفة، بقى تحفة. الجامع الخوت ها هو كما قلت لكم أقدم جامع في أفريقيا، ها هو كما كتشوفو فيه. انتظروا، أقدم جامع في أفريقيا في المغرب عندنا، ها هو فينا. هذا راه مليوح في اليوتيوب، العالم كامل كيجي يصور الجامع هذا. كما قلت لكم الإخوان، العالم كامل كيجيو يصوروا الجامع هذا. قلت لكم أقدم جامع في إفريقيا هو الجامع ديال المغرب عندنا، هو فينا.